خلينا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين يوميا مع حضراتكم، ونروح لسالا حامد تحديدا موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا صباح الخير عليكي، بونجور، سامعينك، اتفضلي. كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ويمكن زي ما انتم قلتوا يعني حاليا كلنا متواجدين داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم اخر الاخبار وابرز الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خلينا نبتدي معاكم كالعاده باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني مستر مارسيل كولر. ويمكن النهارده الفريق بيواصل التدريبات بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش في تمام الساعه 10 صباحا. ويمكن يعني خليني اقول لكم التدريبات دي يا كريم هواند ان هي في اطار استعدادات الفريق للمواجهه القادمه ان شاء الله، واللي هتكون يوم الاحد المقبل مع نادي المقاولون العرب، واللي ان شاء الله هتقام على ملعب استاد الاهلي والسلام في تمام الساعه 5 مساء. ويمكن المباراه دي هتكون في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر، فدي ان شاء الله هتقام يوم الاحد والفريق بيستعد ليها بشكل طبيعي. النهارده وبكره ان شاء الله هيواصل التدريبات بشكل طبيعي. كمان خليني اقول لكم انه امبارح يعني فريق 2001 في قطاع الناشئين فريق الشباب تحت قياده الكابتن شريف عبد الفضيل امبارح على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف. يمكن سجل الهدفين، اول هدف كان عن طريق عبد الرحمن اشرف مانو، وبعد كده يعني نادي الزمالك تعادل بهدف بعد الهدف يعني نادي الاهلي بدقيقتين، وبعد كده يعني بعديها بثلاث اربع دقائق النادي الاهلي يعني سجل هدف الفوز عن طريق اللاعب احمد اشرف، وبكده يعني في اخر اللقاء الفوز اتحسم لصالح فريق النادي الاهلي، وقدر النادي الاهلي ان هو يفوز على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف. كمان النهارده ان شاء الله فريق 2003 في قطاع الناشئين عندهم مواجهه ومباراه مهمه مع نادي البنك الاهلي، وهتكون الساعه 2:30 على ملاعب نادي الاهلي في فرع نادي الاهلي بمدينه النصر، ودي هتكون ايضا يعني مباراه في دوري الجمهوريه للشباب. خليني بقى انتقل لجميع الالعاب الاخرى وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره الطايره الرجال تحت قياده الكابتن ميدو مسرحي. يمكن امبارح يعني خليني اقول لكم انه فريق رجال كره الطايره كان عندهم مواجهه مهمه مع نادي بتروجيت، ويمكن دي كانت الجوله المؤجله من الـ يعني بدايه الدور التمهيدي لبطوله الدوري الممتاز لكره الطايره، ويمكن دي كمان كانت اخر جوله في المرحله الاولى من دور التمهيدي، وقدر النادي الاهلي ان هو يفوز فيها بثلاث اشواط مقابل لا شيء لصالح النادي الاهلي، بعد ما قدم يعني فريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي اداء متميز واداء قوي طوال يعني الثلاث اشواط امام بتروجيت، فقدر ان هو يفوز امبارح يعني امام بتروجيت. والنهارده ان شاء الله هيواصل التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعد للمرحله الحلقة الثانية من دور المجموعات واللي هتبتدي ان شاء الله يوم الثلاث المقبل، واول مباراة للنادي الاهلي هتكون امام بنها ودي هتكون يوم الثلاث المقبل ان شاء الله. كمان سيدات كرة الطايرة تحت قيادة الكابتن حمدي الصافي النهاردة عندهم يعني هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان بعد كده إن شاء الله عندهم مباراة يوم الجمعة، ودي هتكون أمام نادي وادي دجلة وهتقام على ملعب المركز الأولمبي في المعادي في تمام الساعة 4 عصرا، ودي إن شاء الله هتكون يوم الجمعة في بطولة الدوري أيضا الممتاز لكرة الطايرة سيدات. كمان رجال كرة الطايرة يعني يمكن امبارح طبعا تحت قيادة الكابتن او المدير الفني الاسباني مستر اجاستي ايبوش، يمكن امبارح يعني خسروا يعني امام نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 88-76 بفارق 12 نقطة، يعني يمكن بعد كمان ما الفريق المرتبط للنادي الاهلي حقق الفوز على فريق مرتبط الاتحاد السكندري بنتيجة 81-65، ولكن رجال يعني كرة السلة ما قدروش ينجحوا في ان هم يعني يتفوقوا على نادي الاتحاد السكندري، ولكن لسه يعني البطوله في الملعب ان شاء الله في مباراه يوم الخميس ان شاء الله لو نادي الاهلي قدر ان هو يحسمها ويفوز بالمباراه دي امام نادي الاتحاد السكندري ان شاء الله يعني هيكون يعني بطل لبطوله الدوري المرتبط للمره الثالثه على التوالي، فلسه فاضل مباراه يوم الخميس ان شاء الله، وعشان كده النهارده الفريق يعني هيستعد بشكل طبيعي على صاله دكتور حسن مصطفى في مدينه 6 أكتوبر، هيواصل التدريبات بشكل طبيعي كريم ونهاوند عشان مباراه يوم الخميس اللي ان شاء الله تقام على نفس الصاله في تمام الساعه 7 مساء، وفريق المرتبط هيكون الساعه 5:30 على نفس الصاله صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه 6 أكتوبر. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده كمان خليني اقول لكم انه يعني الدوري والمباريات في بطوله الدوري ان شاء الله هترجع تاني ل يعني
يعني فريق كرة اليد سيدات، ويمكن إن شاء الله أول مباراة هتكون يوم الجمعة القادمة مع نادي 6 أكتوبر، وهتقام هنا على صالة أمير عبد الله الفيصل الساعة 6. ويمكن كمان يعني اللاعبات اللي كانوا في منتخب مصر هيرجعوا كمان للتدريبات الجماعيه مع الفريق النهارده، وهيشاركوا ان شاء الله في بطوله يعني او في المباراه امام نادي 6 اكتوبر في بطوله دوري المحترفين لكره اليد سيدات اللي ان شاء الله هتقام يوم الجمعه. ويمكن خليني اقول لكم يعني الست لاعبات اللي كانوا غايبين عن التدريبات الفتره اللي فاتت، وهم امينه هشام، امينه عاطف، ليلى حماد، منه الله سيد، وتقى كمال، وشهد الشواربي. دول ان شاء الله هيكونوا متواجدين النهارده في التدريبات، وكمان هيكونوا متواجدين في مباراه يوم الجمعه. يمكن دي يا كريم ونهاوند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرق الرياضيه. طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، والان عوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليكم في الاستوديو، اتفضلوا. دي اغلس دبانه في اغلس دبانه في العالم يعني. اشكرك جدا يا سالا على هذه التغطيه طبعا الرائعه كالعاده.